سيدي فجعنا قهرا رحلت عنا وطالك الردى لك السلام منا منارة الهدى لك عني انت في وين يا ولدي يا حسين عني انت في وين تحضر تشاركني المصاب عني بهالليلة شباب مثل القمر في الغرب غا محتار يا حسين جيتاني بغداد أبجي على الأولاد جيتاني على الأولى أذكر جروح وابكي الجروح ما شافت عيوني صبر بعد اللي شفت على الرمح دار بلا البيت أذكر جروح وابكي جروح ما شافت عيوني صبر بعد اللي شفت على الروح كربلا البين في كربلا في كربلا ذكرني بمصاب الحسن واسمه ما مد من المحن وجعده مثل ام الفضل دست السام نفس الحسن في ونته لون انخطب في محنته لم يقطع كبدته وسنيني ماتم يا زهرة وسنيني ماتم نفس الحسن في ونته لولا انخطب في محنته والسم يقطع كبدته وسنيني ماتم وسنيني ما انظر الى اولادي الجواب واتامل بشباب واتذكر اولادي علي الاكبر وخضاب انظر الى اولادي الجواب واتامل بشباب تذكروا ولادي علي الأكبر وخطاب أحسن نادي وش جنش كدر سهار ليالي بعد شباب وما هنا صور على خيالي أحسن نادي وش جنش كدر سهار ليالي بعد شباب وما هنا صور على خيالي.
كربلاء فوق الفلا حتى يقطعونا كم طعنا في نحرا وعلى القبرى يرددونا في كربلاء فوق الفلا حتى يقطعونا كم نحرا في طاه كم طعنا في نحرا وعلى القبرى يقطعونا القبرى يرددونا أني جيت لهنا لحظة الوصلت شفت عالترايب وسعي هجدت شلت واني ويك أني يا ابني شلت وبالخيام طرحت خيمة كلها موتة خيمة كلها موتة يصعب جهازة ظل بس جنازة مر بودموم آمنا جرية تنظر للجراح تبكي علي راح زينب تنادي راح النداية راح يصعب جهازة ظل بس جنازة مر بودموم آمنا جرية تنظر للجراح وتبكي علي راح زينب تنادي راح من ديا راح من ديا راح من ديا ماخذ مصابة سمومة والإصابة والأكبر في شبابة وجدة في اغترابة مثل موسى وسط سجنة ولكن بقصر مسجون بحياتي قاسي من مأمون ظلوا مبدأ ما هو مأمون ظلوا مبدأ ما هو الله وجسمتي صهرة لشموس وذكرت أجساد فلي الروس ذكرتك يا عزيز حسين عليك الآن